اسم التجربه صفات الصور المتكونه في المراه المستويه الهدف من التجربه التعرف على صفات الصور المتكونه في المراه المستويه عناصر الامن والسلامه الخاصه بالتجربه الحذر عند استخدام الدبابيس ادوات التجربه مراه مستويه دبابيس ورقه بيضاء مثبته على لوح كرتون مسطرة قلم خطوات إجراء التجربة نرسم خطا أفقيا في منتصف ورقة بيضاء نثبت المرآة المستوية رأسيا في وضع عمودي على هذا الخط نثبت دبوس ألف رأسيا أمام المرآة بحيث أنه يمثل الجسم ننظر من احد جانبي الدبوس ا الى صورته في المراه ثم نثبت دبوسين ب ج بحيث يكونا على استقامه واحده مع صوره الدبوس ا ننظر من الجانب الاخر للدبوس ا ونثبت الدبوسين د ه بحيث يكونا على استقامه واحده مع صوره الدبوس ألف نحدد مكان الدبابيس ونرفع الدبابيس والمرآة المستوية نرسم مستقيما يمر بمواضع الدبوسين ب ج وآخر يمر بمواضع الدبوسين د هاء يتقاطع امتداد المستقيمين ب ج و د عند نقطة تمثل صورة الدبوس ألف فتحة نصل موضع الجسم بموضع الصورة فيتقاطع مع خط المرآة في ميم ويكون عموديا عليها نقيس المسافة م أ ميم ألف فتحة فنجد أن المسافتين متساويتان النتائج ان المراه المستويه تكون للجسم الموضوع امامها صوره معتدله تقديريه غير حقيقيه معكوسه بعدها عن المراه مساو لبعد الجسم عن المراه وطولها مساو لطول الجسم كما ان المستقيم الواصل بين الجسم وصورته عمودي على السطح العاكس